دوه له تلا شیرتون یا لباجار هولیره سروکه هف پیمانا نشتمانی اپوزیسیون احمد عاصل جربا بكردي دست به سیمن را خاکر او باش او هیوی او كو ام جارک دن هفده لسوریا آزاد ببينه ایوار باش هم بخیر هتن به هیوی ما جربی

او ب لسر جيرينجيا جنيفا ديديان راستيا براسي روحتنا احمد عاصي الجربوك رئيس اتلاف جبو كردستاني تشكي قلك باش بو تشتن قلك باش بحسكر كر ذا الصوره السوري جيكر نافي كرداجي تشكي قلك باش بو بالنسبه تي جنيف بحسها كر أم... نرينك اتلافه يا خويايا ك... نار جنيفي إلا أقر دمانات هبن قبشار أسد نمينم دي خدا أحمد عاصي الجربا قال لك لسر جنيف راوستيا وبحصا ويكر كو أقر أو تيدا بشدار ببن وتكزكر كو أسد جسر دستهلاتي بشي والسر روشا سوري بالرنجة جشتي راوستيا و آلوزي و أستنجيين دريا دا رادوستن و سر زمان كو رجيمان توانبار للسوري هيش هر طايفه ببيدجمني عرب وكرد وعرب ببندجمني يك وجبر ويجي افش ورشا دبي بسر احمد الجربه طبعا بعموميات دانكر وبلكي حقي خو يجيب موقف قضيه كردي وموقف داعش وجبهه النصره يعني ويتش بيجي داعش وجبهة النصرة تقريبا مروف دكاري بيجي اه اه سيطرة كنا سر جيش الحر همي مناطقة بل كي جيش الحر هنكي لغوط دمشق والحمص الشرقية ماي اه بشكل عام باشا حقيقة خوايا وكي ائتلاف لي مسألة جنيف دا باش اخفي حقيقة خوايا بيجي اقر ضمانات ناب ام يعني بشكل عام اف سرداني وساش كردستاني را سردانك باش و هر وحال سر روشا عفريني و ودور و دور داعش و ام هیچ بشي وياكي جك كريار وتجاري و تجاري ما اونا دناو اوپوزيسيون و ده كسان گفت سر جربا كرن و دداوی بريز برز جربا به رنگکی اوبجکتیف بر سفن وان دان و او به وی آوایی سیمینر به هات